في معقل نادي ليفربول ساوثهامبتون، فريق يريد أن يحقق ما حققه ليدز أحد فرق صراع الهبوط هذا الموسم. انطلاقة كرة العرضية على طول خطيرة راسية، أول كرة من محمد أمين اليونسي لاعب صاحب الأصول المغربية، واللي بيلحق انطلاقة خطير نونيز يعمل عرضية، لكن التغطية الدفاعية ممتازة حقيقة من الغالي محمد ساريسو. كرة كوناتي الفرنسي اللي كتير مع منتخب فرنسا، هذه انطلاقة من النجم محمد صلاح، عدى صلاح، لكن فاول أمامنا هنا من النجم منذ ديسمبر 2015، وهدف أول. اليوم هو يوم المستبعدين، تألق إيفان توني مع نادي مانشستر سيتي طبعا في مواجهته مع مانشستر سيتي مع نادي برانفورد، وهذه أمامنا هنا فيرمينو، 6 دقائق الكرات الثابتة، جيمس وود براوز والرد، يا ولد على الرد، يا ولد على الرد السريع، جيمس وود براوز يعملها حلوة قوي إلى اللاعب شاي آدمز، روعة الارتقاء وضربة راسية لآدمز أمامنا هنا بشكل رائع عشان يأتي التعادل بعد مرور يعني 3 دقائق فقط بين التزيين.